شارك أداما. هذه أداما تراوري خطف كل الأنظفة وبعد كده أداما تراوري في لمس. أداما يتقدم من الجانب الأيمن. أداما أداما السريع. أداما تراوري يمر بشكل لعبت من رافينيا إلى أداما. أداما تراوري يا ولد يمر بما الله 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 عليك الله عليك. أداما تراوري يسجل الهدف السابع بعد نزوله بدقائق. أداما يوصل بالسلامة ويستاهل السلامة على ما قدمه في هذه الهجمة. أداما تراوري وتألقه في هذه اللمسات محتوى لاعبين كتير أدرك من يستحق الفرصة للاستمرار ومن يستحق الفرصة للظهور بشكل أكبر. شوف 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 أداما تراوري بقطر ده قطار إسباني مالي لا حل له كما فعلها بيدرو في الشوط الأول ثلاث مرات. جاي على فكرة الثامن جاي في الطريق كارلوس ديفيد مورينو. مورينو في الدقيقة 86 ومرة أخرى أداما أداما تراوري. هل برشلونة سيعاقب هويسكا على هذا الهدف يا ولد؟ لا 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 ده انت لعيب قوي. عدة أندية وأشياء من هذا القبيل لكن سنة 60 هو الموعد الرسمي للتأسيس. لعب تعادل أمام ختافي وإثبات أنها كانت مجرد كبوة في هذا الملعب وبالهدف الوحيد اللي سجل. التأهل بالطبع من نصيب برشلونة والتحية